كتاب جمع الجوامع نناد السفرثي الإمام تاج الدين السبكي متوفى سنة 771 الهجرة من زها 100 مصنف فكتاب تاجي جمع الجوامع ذي الروج أم قران ذكيون بحريش تموسني ذي الشرعيث اسميس أصول الفقه الإسلامي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح جمع الجوامع في أصول الفقه لتاج الدين السبكي رحمه الله المتوفى سنة 771 للهجرة وصل بالحديث إلى قول المصنف والعلم قال الإمام ضروري كلام مختصر معتصر مختزل ظهر فيه التأثر الجلي بمقاييس وأقيسة المناطق وقد وقع تأثر كبير من قبل الأصوليين بالمناطق المشتغلين بالمنطق خاصة في القرن الثامن الهجري شوف غادي نير ولث أمسيجي دينا والعلم قال الإمام ضروري أتور ذاك شو المعنى يس شنو أشكون الإمام ماجي شو ضروري شو المقصود يث مثلا نغذقي علماء الأصول تأثر بزاف سوقاد يستخدم من اللوجيك المنطق علماء المنطق خاصة دي القرن الثامن الهجري مدينة والعلم قال الإمام اقصد الإمام فخر الدين الرازي هذا هو المقصود المقصود إذن بالإمام فيما استمعتم إليه هو فخر الدين الرازي صاحب الكتاب المشهور المحصول في علم الأصول وقد توفي الإمام الرازي سنة 606 للهجرة 606 للهجرة والعلم قال الإمام ضروري والعلم معناها المقصود إدراك كما شرحنا فيما سبق العلم إدراك جازم يقيني فلا يحتاج إلى نظر أو استدلال مدين ضروري ضروري ولا يحتاج إلى حد وقد تحدثنا في اللقاء السابق عن الحد والحد يفيد الجامع المانع المقصود به الجامع المانع حد جامع مانع كي يقول والعلم قال الإمام أي فخر الدين الرازي ضروري معنى هذا إدراك جازم يقيني لا يحتاج إلى نظر واستدلال وهو ما تحدث عنه صاحب الورقات الإمام الجويني الملقب بإمام الحرمين أبو المعالي الجويني الملقب بإمام الحرمين المتوفى سنة 478 للهجرة صاحب كتاب الورقات ماذا قال صاحب كتاب الورقات في ورقاته قال العلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال تمسني أرث حواج لاثة مغلي يعني نظر عقلي ولا استدلال عقلي إنايك كالعلم الواقعي وقال كلام صاحب الورقات الإمام جويني كالعلم الواقعي بإحدى الحواس الخمس الظاهرة وهي السمع البصر اللمس الشم الذوق فقي علم ضروري ولحوجة استدلال مثلاً
أين ثلاثيات ثلاثيات؟ أمشي دفك الدليل باللي وقيلة ثلاثيات أشي لغا وقي ذي الكاس ذي الكاس صافي نخدمك لوجيك دناول الأدلة باش هادي نوقي ذي الكاس مثل الكاس وقي يدرك بالحواس الظاهرة أي ذغري الشبة دمس ذي الريحة شميث ريحة فان الفلاني كذا كذا شوف الشيء اللي عنده رائحة معينة وتميزه عن غيره وعن نظائره وكذلك ما يدرك بالذوق وما يدرك باللمس اللمس لوف أنا مشطوح ما يقرب كاسة فورنو في دي حموش فاكيني فوفو لا يغري سيد فوفو إلا أني مولانا فوفوسي ساسيني الدوار دينا أو دافوسي أثي السيوض كانكا أتغسل الفوفو إذا يفهمي ذاير هذا هو الدورة كذين فوفو هذه تدرك بهذه الأمور الثلج باردون الثلج باردون أذفل ذا صمار في مست الصرغاي لها عنصران معروفان عنصر الإحراق وعنصر الإشراق الصرغاي وتضوي استكتفت لذلك كما تعلمون ربي سبحانه ميقدر قدر ذي سلك إبراهيم الخليل سيث مست ذكر انت مشو من الكفار المشركين غير تمس ربي سبحانه وتعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم اكسس عنصر الاحراق هاي نصر غايل يجا عنصر الاشراق هاي تضوين تغسلي يرنا يا سيدي كوني بردا وسلاما خاطر كنت جا بردا هذه كونجلي هذه مس صمد ولكن سلاما كوني بردا وسلاما على ابراهيم رب سبحانه هو مسبب الأسباب ومعطل الأسباب في الآن نفسه إذن هذا الكلام سمعتوه هو كلام الإمام الجويني صاحب الورقات وسمعت كيف تحدث عن العلم الضروري قال كل علم قال الإمام ضروري الإمام يقصد فخر الدين الرازي ثم قال هو أي العلم حكم الذهن الجازم ذاكي العلماء نسحبس تجدين سبكنس انت قلت ضروري زين الضروري لا يعرف المعروف لا يعرف قلت ضروريا كما قال فخر الدين الرازي وما ذكره وأكد عليه الجويني إذن كفاول يمكن تعرف الحاجة يتوسنن المتنبي ياس زمان لا يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل أمش ذكزال السنضي وكدينيون فكيد لابروف بلا قلق ذكواس السنضي مش كنت وريا روح أنت المعروف لا يعرف بديهيات لا يمكن التعريف بها هي نعرف بها ولا نعرف لها أمشي الصينيون أقلاغ جزال ثورة أقلاغ ذي الطلام أقلاغ ذي الجياض أدي يسوي كيني في كيد لابروف بلا أقلاغ ذي الض ماشي ذاس ذا شو يبغى وقي يعني ستادير ماهوش منطقي ماهوش منطقي تماما يض أكو ذواس كل ويسعى سي كاركتيريستيك أس يسعى خصائص من خصائص النهار الإضاءة إيضا يسعى خصائص من خصائص الليل الظلام طلع إلى ظلام ولكن هذه المسائل المعروفة يعرف بها ولا يعرف لها والمتنبي أبو الطيب قالها لا يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل العلماء ننسي يا السبكي مادام قلت ما قاله الإمام فخر الدين الرازي والعلم قال الإمام أي فخر الدين الرازي ضروري إذن لماذا تعرفه؟ ذاكي العلماء المحققون ناس نوع من التناقض في المسار المنطقي المسار المنطقي وللمنطق منطق لا يعرفه المنطق ثم قال هو أي العلم
حكم الذهن الجازم المطابق لموجب كلوال يسأل معنى إيس ونرى عندك هذه المقدمة معقدة جدا ولكنها مفيدة. حكم الذهن، حكم الذهن المراد بذلك في النفي والإثبات، حكم الذهن ينفي ولا يثبت الذهن أديف كان جوجمون إما بالنفي إما بالإثبات. الجازم، ما المقصود بالجازم؟ نعي معناه نفيا للظن والوهم، حكم جازم ينفي الظن وينفي الوهم. معناه كما في النص المحكم في القرآن، النصوص المحكمة، ربنا في أوائل سورة العمران في الآية السابعة هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يكفي النص المحكم، محكم قطعي، هو قطعي في ثبوته، زد وقطعي في دلالته، إذن المعنى يس. ولكن لا النص في القرآن، طبعا القرآن كله ثابت قطعي من حيث الثبوت، ولكن هناك نصوص في الكتاب في القرآن الكريم ظنية من حيث الثبوت، أي لا تفيد إلا ما لا تفيد معنى واحدا، تحتمل أكثر من معنى إذا اشتملت على لفظ أو ألفاظ مشتركة. أشوف غادينا ما نطف النص الشرعي في القرآن، نغذي السنة نص قطعي محكم إذن يون المعنى يسيبان. من النصوص نظن تتعدد فيها الأنظار، يتعدد فيها النظر، وتتعدد الرؤى، والنص والنصوص في حد ذاتها، هذه النصوص تحتمل أكثر من معنى، وهذا ما يسمح لتعدد النظر. معنى ما مخالف الفقهاء، مخالف العلماء، ما مقل كان النصني، أهل ترى النص قطعي في الدلالة خاطئ، ما قطعي ولا قرضي الخلاف. هنا اللي جابوا القاعدة، لا اجتهاد في مورد النص، لا اجتهاد في مورد النص. ولكن إذا كان النص في حد ذاته يحتمل أكثر من معنى، يحتمل أكثر من معنى، إلى المعنى يجي، إلى المعنى يجي. أدي سولكيني يفوذ، كلمة فاذ ممكن يفوذ أمان، يفوذ مسني، يفوذ أدي سو يفوذ كسمان، ما يفوذ ثمسني كاس ثمسني صافي مشي ثمان، نغيفوذ ثجمات نغيفوذ صافي ذوال ذي السياق ينس. كما قال صاحب معجم العين أبو خليل بن أحمد الفراهيدي، العين غي اسمي اسم معجم العين، اسمي اسم معجم العين، ومن المعاجم الكبرى في القرآن، المعجم ما شاء يتعرف في اللغة العربية. الله الله العين أجي مدين ضعين أول أجي يسأل معنى مدين ضعين مع ذي الحرف، عين ذي الحرف اسم سعين. نغدي نثيط جمعها عيون، ثيط عين جمعها عيون، نغ العين 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 صار بمن أمشي أفهم ضيار الفرق ذوى ذوى على حسب السياق. مارسين فلان تدفقت الدموع من عينيه، ذي مطون معنى ذل ماشي سي العين صار. بعدين ظل فلاني تدفق الماء من العيون، يعني العين صار زمان ممكن دغ العين معناها الجسم، اسمه يعني في تعدد المعاني الألفاظ. لقينا حكم الذهن إذا نفيا أو إثباتا، مدينة الجازم يعني ليس ظنا ولا وهما، بين قوسين العلماء سمده ظن في المصالح المرسلة، في المصالح المرسلة، مصالح المرسلة تي ثلماس يعني مصالح غير محسوب مؤكد عليها، غير ثابتة بالنص وغير ملغات، ليس لها نص يثبتها ولا نص يلغيها، فهي إذن مصالح مرسلة، مصالح مرسلة. كيفاش كي الدليل بلي كود لا روتي قاتل ريسبكتي، كي الدليل جامع تفضاكو
أيها الكدلة الروسية لماذا؟ اصدم الحو في ماله فكي الدليل سي القرآن والسنة والتفضارة دليل القاطع يعني الدئ المباشر ولك شتفاض التفضي المصالح المرسلة مع انتها هناك مصالح ملغات اكسيت انت ربي سبحانه كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في أمر الميراث مثلا لا لوجيك شو ثنا سياض ميك سياض ليك نورمال مو سياض 20 قطارا 10 10 يا أخي دير رواج ثاقي في ليك وقي ذميك سياض 30 قطارا أسن تفكض 15 15 سي لوجيك أكيد يخدم كود فرنسي كود سيفيل فرنسي مثلا لا لوجيك تساقي لا لوجيك النغة البشر أخيني ذي اللي ذميك ميم قراد كيف كيف سادة 15 30 قطارا في كاسن 15 15 سادة 60 مليون في كاسن 30 30 أكا ولكن تجي مصلحة ملغتنا متوهمة ربي القرآن ماشي كيدينا ربي قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين صافي قشيش استفكض 20 قطار فقشيش 10 قطار ما ذي دريما يسعى 60 أقشيش استفكض 40 مليون فقشيش 20 مليون أنت يردو تير ثقي مصلحة نكون في اعتقادنا نتوهمها نتوهم انت تخيل باللي تساقي لا جوستيس مينو مين تعمق انا في باللي دين دين ربي الصح ماشي دين سوالين كوني. لذلك قلت لكم في القرن الثامن الهجري تاثر علماء الاصول بعلماء المنطق واستثمروا الكثير من اقيستهم ومن النظر الذي كان يستخدم عند اهل المنطق استثمروه ايجابيا والحمد لله ولكن في مثل هذه المقدمات اللي تعمقت في النظر لذلك الذين سنذكرهم وذكرنا بعضها ذكرنا الآن فخر الدين الرازي صاحب كتاب المحصول اللي قال قال الإمام أنه يقصد قال الإمام معناه قال الإمام فخر الدين الرازي الذي توفي سنة 606 للهجرة وذكرنا الإمام الجويني أيضا صاحب الورقات المتوفى سنة 478 ما شاء الله وعاش 57 سنة على فكرة الإمام الجويني عاش 57 سنة فقط في كسر بالبركة في ثرثيس لذلك حكم الذهن إذا نفيا أو إثباتا الجازم ليس ظنا ولا وهما فيه جزم ذلك ربي سبحانه جزم في هذه المسألة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين سيكلير بعد شو دينا وإن كانت واحدة فلها النصف هكذا إلى آخر مدينة ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد يعني ما يموث يون يجد فافس يماس يجد دريانسا ونيموثن أما ذي ليس هذا ميس صافي فافاس في ستة يمس في ستة واضح واضح ما عندها ولا شك إشكالك ولكن نروح الآية 176 لا من سورة النساء أيوه كلالة الكلالة معناه من لا أصل ولا فرع إلى آخره ذيل الكلالة هي أي أرض تقلني وأي سماء تظلني تعرفوا موقف الصديق من هذا الأمر نكمل اسم الدين المطابق كلمة المطابق أتدرون ما المقصود بها معنى نفيا للجهل لأن المطابق يطابق الحقيقة ويوافقها تماما بين قوسين قلت لكم من المره اللي فاتت بالظهر في تشينا اديني تشينا اتيدو صفض وقي علم اليقين تشينا تزقوق كذا كذا زيضوث ما شاء الله يلا وقي علم مستفكض تشينا نية يعرض
السوالي عين اليقين صافي عين دنيض تيد وصفض اكنيش لا سواسوا ماشي مزيتك ندير سواسوا ابار ميسين عرضيت اشيني حق اليقين درجات بارك الله فيك. يبض اليقين الجازم الذي يفيد القطع واليقين ذقي المطابق معنى العلم صافي المطابق الحقيقة لموجب ذقي نفيا للتقليد نفيا للتقليد بعد شو دين وقيل هو ضروري بعد كانوا استدراك وقد انتقد العلماء المحققون لتاج الدين السبكي ما قاله حينما أراد أن يعرف المعرفة حينما قال العلم ضروري فلا يحتاج إلى لا يحتاج إلى حد جامع مانع لكي وقيل هو ضروري فلا يحد كان استدراك وقيل هو ضروري فلا يحد لا يحتاج إلى حد يبين جامعه مانعه وقال إمام الحرمين يغلى كيف ذات إمام الحرمين اللي هو قلت لكم نسى إمام الحرمين قال ذلك معناه نجد قول إمام الحرمين يؤكد هذا المعنى وقال إمام الحرمين يعني الجويني أبو المعالي الجويني صاحب الورقات وصاحب البرهان يسعى كتاب أيضا في أصول الفقه اسمه البرهان يسعى كتاب أيضا قيم اسمه الورقات في أصول الفقه إمام الحرمين وقال إمام الحرمين عسر ذايا وفعلا هكذا قال إمام الحرمين معناه تعريف العلم الضروري عسر معناه صعب معناه أمر ليس بالأمر السهل أمر معقد أن تعرف المعرف أعيد مرة أخرى ما قاله أبو طيب المتنبي لا يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل لا يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل في قد يقول جماعة الخير مقدمات مهمة باش المخ أدي يوجد أدي يوجد وين غير تراجون نغامد علم الأصول يحوج المخ هذا يخدم علم الأصول ليكون استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية أغدي في كل الموين أغدي في كل الأدوات صافي ما إلا المخ ريه قرا يغال أرذين لذلك ليس بالأمر الهين واحد يروح مباشرة النص يقول لك استنبط حكما قل غير روح بالعقل فريني ديماري سلعقل سلعقلك مليح خاطر ما زرد شو كيتراجون أتندم ضاق فين دمي ضياب يقول لك أنا أخذ الأحكام الشرعية من القرآن والسنة مباشرة يقول آسف لقد جانبت الحقيقة 100% بنسبة 100% بالعقل عسر هذا إمام الحرمين صاحب البرهان وصاحب الورقات يقول عسر وهو ما أكد عليه أيضا الإمام الغزالي نطق الغزالي يعني أبو حامد صاحب الإحياء متى توفي أبو حامد الغزالي 505 شوفوا إذ كان فخر الدين الرازي يموت 606 الغزالي يموت 505 يسأل شوفوا طومبيلة يعني فخر الدين الرازي 606 وزارة السيارة كي مازالت ما كفانت انت كان قديم وقيلة من في طومبيلة فقال قديم الغزالي الإمام الغزالي حق حامد الغزالي يموت في سنة 505 للهجرة أيضا ما قاله الإمام الجويني أكد عليه أيضا الإمام اللي قلناه الآن الإمام الغزالي أبو حامد الغزالي عنده كتاب ثاني في علم الأصول مهم جدا اسمه المستصفى بارك الله فيكم المستصفى والذي اسمه سيدة واليس ذهن المحصول ذاكي المستصفى ذاكي يعني لا إله محمد رسول الله ثني رحمة ربي ثني عفو ربي فالرأي نقول كان من بعد مباشرة من بعد إذا غادي الصواب فالرأي الإمساك عن تعريفه هي عملية عقلية يشغل مخنغة إذا ما سيضا كيهضر بها تجدين سبكي شو كيبين
شو كيبونوك شموك اللي في راجاكي قرت الفايدة باش المخ نول غادي يخدم اعطيه الصحة والا مش راه يخدم صافي الى قد يخدم الى قد يخدم فالرأي اذن فهو الصواب قال لك الامساك عن تعريفه لا نعرف المعرف كما قال الامام الجويني في العلم الضروري قال لك ما لم يقع عن نظر واستدلال هذا يعرف بالحواس الخمس الظاهرة محتاج لها أشو حواج الاستدلال وكذا ذين النظن ذين النظن اللي يحتاج إلى نظر واستدلال كما بينا في اللقاء السابق ونبين في اللقاءات القادمة فالرأي الإمساك عن تعريفه ثم قال المحققون إجابة عن سؤال هل العلم يتفاوت في ذاته سؤال هل العلم يتفاوت في ذاته من حيث المنطق الجواب لا يتفاوت في ذاته لا يتفاوت علم كل يوليل قسم يسوز الدومينينس تموسني اسمي تموسني يلا لو كاد ناوي يون يون ذا فلاح فلاح خبير ذي الفلاح ادنا وايض خبير ذي الارشيتكتور الفني ادنا وايض اكسبير خبير ذي الجيني سيفيل هندسه مدنيه أدنى وايض خبير في علم القراءات أو داك كوكو مسلم الدنيا إذا شو ديوني وني هناك ياكو كذاكي ذي مسلم يجمعي ثمية والوصف ذا مسني سظل قصين يفلح لك شي ذنقارو شي شي ذنقارو وكذاك يوك الطباء شيت لا لا أغرم مني القوث إني في مزيني ماشي سيتي زراعي صافي حبس اي كانت حواجض ذوينا كان الها ياكل لذلك ربي مدينا اقرا غرض القرايه ودينا شانغر اكيد علوم الشريعه لها شرفها لانها متعلقه بكتاب الله عز وجل العزيز وبسنه النبي صلى الله عليه وسلم يقينا ولكن العلم في ذاته في اصله لا يتفاوت لا يقبل التفاوت في أصله أو في ذاته لأنه ربي سبحانه إناد اقرأ غرف القراية تمسني والسنة ثم قال المحققون لا يتفاوت إذن المحققون من أهل العلم قالوا لا يتفاوت باش تفهم هذه الكلمة وطبعا هذه مختزلات قل لا يتفاوت في ذاته الرنس في ذاته باش يهدف المعنى في ذاته الله يرحم اللي قال الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا مثقم ضمبان ويدي وين ميكانيسيان غلا ما ثقرح ثغمس دونتيست غاين يعني يخصني ولا لا لا ذي الوقت ذي يخصني صافي في ذاته هذه حجة أخرى تضاف إلى إبراز عدم التفاوت في العلم في ذاته وإنما التفاوت بكثرة المتعلقات الحمد لله فريقتي أعطيه الصحة السبكي الإمام السبكي ناهي أندي للتفاوت بكثرة المتعلقات معنتها المقصود بذلك المعلومات من جهة والكم من جهة أخرى أدنى في علم القراءات يونس على قراءة حفص دايا وذسعان حفص قالون ورش ما شاء الله وذسعان انتي عشرة يا عشرة ثم قال المحققون لا يتفاوت وإنما التفاوت بكثرة المتعلقات معلومات أكيد دفضغ سمحتي ثولد النفة في القراءات مثلا أديني في المتون أتفضيوني غراء متن ابن عاشر يغرى مثل الأخضري يغرى مثل سيدي خليل المختصر الفقهي يغرى يحفظ مختصر الرسالة الرسالة بأبي زيد القيرواني وبعدين نروح الرحابية في علم الفرائض يعني هيك يتفاوت وثقي شيء طبيعي يعني شيء طبيعي تفاوت يكون بكثرة المعلومات ويكون تفاوت أيضا بالإتقان لماذا علماء الحديث مثلا حينما تحدثوا عن الضبط قالوا الضبط ضبطان ضبط صدر وضبط كتاب
الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط كتاب مهم، يون يضبط ما يكتب لاش الأخطاء يدير خمر بيزيك ما يكتب نسوفوس قال يكتب النسخة المصحف كامل وتفضل الأخطاء إلا نادرا. ثورست ماشينين يتسيني العجف ما لا ميم زيك مضبرنا كيني خدم الدوموند مانيسكريت سوفوس كيك ماشي ثورة السي في هادي خدم صغي مغاران وكادي غيزوان ربي ثاكي كيني كني لا دوموند ما داس انا غير ميم لا بسيكولوجي ناس مشي تسارو ما يسنا ديالو موري غلظارة ما يكتب ما يكتب هادي نغالا تغرض كان كنديجا هادي الكتيبة كلشي سوفوس قل كنت مسؤول عما كتبته يمينك اين يكتب فوسيك انت مسؤول عليه. ضبط صدر يعني من محفوظاته من ذاكرته من صدره. اتفض مثلا يون يحفظ القران الكريم عن ظهر قلب يحفظه صفا سينك الايه ايش اللي يجبد يزربه ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون فاتقون ثلاث الايام يظن وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون فاعبدون ذاقي للواو ذاقي ولاش ذاقي انا ذاقي انا فاتقون فاعبدون صافي ثورة ما ثورة الكتاب سيدي تجفض سورة الانبياء سورة المؤمنين سيدي تجفض 92 51 الايات الارقام ولكن ما الا ذي المخيف الزريض إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون فاعبدون لكن فاتقون يا نثل الوق بليس صافي الآية متشابهة وكذا تزرد مش وطبعا تجي أصعب كما يعلم الإخوة المجربين اللي في معمرين وكذا تجي جوارا أليس كذلك أندا تتمشى بنت تتمشى بنت إلا وأندا إن الله لا يحب الفساد إن الله لا يحب المفسدين إلا وأندا إلى آخر الآيات صافي ما إذا كان الأمر مضبوط القرآن مضبوط ضبط كتاب ضبط صدر تستحضره ثم أن ضبط الكتاب ممكن تفقدوه إذا كتاب مثل غير الهواء يلخص بقى على خير يروح ولكن ماذا الرأس الحمد لله ثند مخيك إلى آخر لذلك علماؤنا رحمهم الله كانوا يؤكدون كثيرا على ضبط الصدر على ضبط الصدر إنما التفاوت بكثرة المتعلقات والجهل يهضرد في العلم ثوري يهضرد في الجهل. الجهل انتفاء العلم بالمقصود أكيد هنا يغلب وقيل تصور المعلوم على خلاف هيئته إيش يبغى ديني باش أغديني الجهل جهلان جهل بسيط وجهل مركب الجهل جهلان جهل بسيط وجهل مركب الجهل البسيط شو المعنى يسيون مرسينا ثغوسا وتسينا لا ذاين وقي جهل بسيط تسينا لا إما إلا يسنيت غلط يسنيت غرس يسنيت مي غلط أنا مي قوار ندم زيون ويسين ويسين قوار شغل ما سمحتي أدوي ضما صوف استنضت الباطيمة قريبة تغلي عوذي الباطيمة النظم صدر أتسيهود وذي بن ثايض من كاس في كذا خيالة كذا البلا استنض فنوي الباطيمة كي خارج فنو واقي ولا ذا خطر قال ذي فنو ذا جديد ذا جديد أخيال ذي فنو إما إلا أذي هود باش أذي فنو صافا هذه يخدم دوبل دوبل فونكسيون دوبل ترافاي يعني عمل مركب مضاعف ولا ذي الجهل الجهل الا الجهل البسيط ويسين راه مي الجهل المركب يسن غرس يسمي غلط يحفظ الغلطه دارت واعران سمحية ما الا يوني تعلم لا كوندويت غلط روح عاود استفهم ايوا عار باش تقصد الا اما كنقارن القوم يقرا تخليه فتح ليا استقصد هي الطبيعه واحفظ الطبيعه فجريط هذاك هي واير هذاك هي واير
أليس كذلك؟ الجهل المركب من فرنف من بعد ذي الأصول. اسمح لي أطفل كان الدلالات مثلا دوز النص بعدين بعد ديرو تطبيقات كثيرة أيان غ حديث أشيني غ شو تجفضض الحكم أجي الفتوى يجي تجفضض ما ديرو كينا تجفضض الحكم سكوس دلالة الإشارة نغس دلالة النص نغس فحو الخطاب نغس مفهوم الموافقة نغس مفهوم المخالفة اسكو سل منطوق نغس المفهوم صافي ديجا فهم قبل شو دنيغ بعد فهمي إذا شو تخدمض ماشي كان سكو سمزال دين أكيد دينار أكيد دينار بكي دين الحديث وسط شو شغل العلماء عتسبن والله راه عتسبن ايث مثلا ويوجد كل شيء كل شيء يوجد في كتابي كان دني غاسكي بركه اثر المستصفى اصلا البرهان اصلا الورقات اصلا مختصر ابن الحاجب اصلا ذا كتاب جمع الجوامع لتجد الدين السبكي سبا مخي هذا يقال من المدوسات غرض النص الشرعي مباشره تندس طورك الادوات أكون كادرين باش تغلط ضارة تغلط تجد نتيجة دير فليكس ميني كيف كيف أما إلى مدسان بروفيسور دايان ولا موضوع يتفوق على بانيك ويسأل على حسب القدرة البشرية وفوق كل ذي علم عليم أضغى هذه الآية نستشهد بها في كثرة المتعلقات كي قال قبيلة السبكي ها ربي قال وفوق كل ذي علم عليم من بعد يسلك الدرب ياكل العلماء يسوى ما ياكل البشر وما اوتيت من العلم الا قليلا في صغار العقل يعني اكثر مسلم دوني مره انت خلقي مره للشويط بارابور لعلم الله عز وجل المطلق الذي لا طبعا لا يضاهى ولا يمثل ولا يقارن وقد قالها الشافعي كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي سمير نوذيث مسلم سيمي تسفند بلي أي نور يسين أكثر بين السن هكذا ذاك مدينا والجهل انتفاء العلم بالمقصود هذا جهل بسيط وقيل تصور المعلوم على خلاف هيئته أي على خلاف حقيقته وهذا هو الجهل المركب والجويني في الورقات تحدث عن الجهل قال والجهل تصور الشيء بالمناسبة العلماء انتقدوا تاج الدين السبكي من السؤال قال ديني والجهل كذا قال يستخدم المعلوم مدينة وقيل تصور المعلوم العلماء شو سنان ننس السبكي لو كان دني تصور الشيء أفضل الشيء وتقرا المع خاطر ما دين المعلوم المعلوم صافي معلوم خير دين الشيء باش يشبق الشيء مصطلح موصوف بالحياد استقبلت ما دين الثغاوسه ثغاوسه اسم الثغاوسه ايش يفهم ثغاوسه اسكو ذي الكاس اسكو ذي الطاس اسكو ذي الديد اسكو الفريجيدير ثغاوسه اون شوز بارك الله فيك اون شوز بقول لك انتوا العلماء مش سعدان في غورفال ناس السبكي ودقرر وقيل تصور المعلوم إيميد تصور الشيء وهو ما لم يقع فيه صاحب الورقات الجويني الجويني اللي غلط نقطة يجي بس سوا سوا شو دينا والجهل تصور الشيء يعني إدراكه على خلاف ما هو به هذا ذكي صاحب الورقات يسليها قروس يعني يعدد الاكزاما ذكي شغلتي انت قبيلي سمحتي نلطف شويه الجو اسمي سعدين زيك الامتحان سوال ماشي سورقت الشيخ يتربي تربي المد يفضل سعدين الاكزاما يلا سعدين يون يون يبض يون الناس انيت غادي يزيك ذاوال كديني ضاوال كيصنف سقراط ناس هل تعرف فلان؟ الناس لا أعرفه مروه ليتكلم انت سكذي في ذوال في ذوال الناس دايم عرفته اسمع
هكا. والمتنبي قال: كرم تجلى في كلامك ماثلا ويظهر عتق الخيل من أصواتها. وكذلك زهير بن أبي سلمى أيضا في معلقته أشار إلى هذا. يعني العقل الله يبارك، يعني الخير ذي والحقيقة ذيوث الحقيقة، وإن تعددت ويتعدد الصواب وتتعدد الحقائق، ولكن مدركات العقول، مدركات العقول الحمد لله تتشابه سلفا وخلفا في القديم والحديث. الشيخ هاي ناسين يتداول ينتقي ولزات الشيخيس إن أسا ربي ثهضو ظولي وأرطار ذي وفق جعل ذريمي وذل فطان أن ديد ذي سوق ثبورث ميل ديت وحنين ورزمير حدا سيغلق. الشيخ يسني يساوى تغلظو يا الشيخ عند غلظة عجبة ذا وليلها إن سقرنا رمدن جعل ذريمي وذل فطان أن ديد ذي سوق سي نورمال وليس عنا ذريمي ذي سوق بفغوري سوقا سووال السوق سووال إذا غير اكتفي في بدلس إني سربث هذولي وأرطع ذي وفق جعل ولي وظل فطا أن ديد ذي سوق ثبوث من ذي سوحيد ويزمع ذا سيغلق رضي الله مثلك باش الدينير يحدث البوال سعدين أول ذي الميزان ذي الميزان. إذن وقيل تصور المعلوم على خلاف هيئته، هذا هو وقيل الجهل المركب. والسهو هذه هضر في السهو، والسهو الذهول عن المعلوم. ما معنى السهو؟ السهو اخي نسعد يظلي السجود السهو صح؟ السهو الانسان ما يتسو السجود تثوث تثوث ثريون ذي القران ما تغلط القران اتغلط اتغلط الايه بعد كل شيء خدي غير يفق بالله وماشي ديو هذا الفيت دياف ثم ثم. السؤال المطروح: ما هو الفرق بين السهو والنسيان والغفلة؟ خطر داكي تجدين سبكي يهضر في السهو لكن بليش ناوي نظائرين سوكا في قرض ذي المعنى. إلا السهو إلا النسيان ثلا الغفلة. السهو إفراغ في ذا الذهول عن المعلوم، على أن يكون هذا الذهول مؤقتا، يعني زمنه يكون قصيرا ثم ثم في كوادي ضوال بعد أدى تركت فيها ثم ثم. لذلك إنك الفرق بين السهو والنسيان من الفروق القائمة بينهما الزمن لو طون لو فاكتور طون. ما الا مزي ادين السهو، ما مقر ادين النسيان، ما مقر بزاف ادين الغفله. في كوال تزامض تزامض ثوار كلمه خمضك سيو تقيس سهو ذي الظل تيكوال الركوع السجود الركوع تسجد مباشرة تستدرك إلى آخره. سهو هذا سهو. النسيان أطول زمانا من السهو، والغفلة أطول زمانا من النسيان. لذلك صدق الله إذ يقول: ولا تكن من الغافلين، سورة الأعراف الآية 205. ربي لم يقل ولا تكن من الناسين، ربي وضي النار وتسيلي ثالس قوكا ذي تسون خطر يزران تسو، ولكن إن يغدو تسيلي ثالس الغفلين خطر أدفضيون ستين سنة وتزولارا وقي تسو تسو تظلي غافل ولا لا لا 70 سنة مازال ما يصليش. نعم غص ربي الله ينجينا. إسلاغي اللذان، اللذان سيقر حي على الصلاة حي على الفلاح صافي اسمك تاثيد. هناك مذكرات إلى وادي سمكتين منبهات، إذن كونه لم يستجب لنداء الصلاة ماشي سهوا ماشي نسيانا
غفلة وذا كي قوى الشيطان مليح يعني أسيني الشيني مزيض ثورة كان يصوض 70 سنة أرنشوت هذا مسكين أذي قيمة كني ألا ما الظلن في اللاس لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك ربي قال ولا تكن من الغافلين وغدينار وتسيديار في وقاذ يفتسو أم بعد يروح ثريف ذا يفتح باب المسائل، مسائل مهمة جدا لأن قربنا من نهاية المقدمات. إذا المسألة الأولى مسألة الحسن المأذون، هذا قال الشمدي المبتدأ والخبر، المفروض المبتدأ يعني يكون مقدم والخبر يكون فوالا صافي. الحسن تقول المسألة الأولى الحسن المأذون ذاكي أنويذ المبتدا أنويذ الخبر. الحسن المأذون تفضل حبيت نسمع لكم يعني على الأقل ولو بالاجتهاد. الحسن المأذون المقصود شو يقصد ذاكي؟ معليش قبل السؤال شو يقصد؟ يقصد المأذون به شرعا حسن. هذا ما كان باش نفهموا الحسن والقبيح خاطر هي مقدمة مهمة معقدة صعبة عسيرة ولكنها مهمة تحضرنا لاستيعاب مسائل علم الأصول. الحسن المأذون، المأذون به معنى المقصود به بذا كلمة المأذون معنى المأذون به شرعا بلا ما ندخل في تفاصيل المبتدا والخبر ممكن يكون معرف معرف نكرة كذا نكرة إلى آخره بلا ما ندخل تفاصيل خاطر تأخذ وقت طويل. أشهدنا واجبا ومندوبا ومباحا. الواجب كما عرفناه يثاب فاعله ويعاقب تاركه. المندوب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. المباح لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والوصف الجامع هو الحسن. هل ذكر هنا الحرام؟ هل ذكر المكروه؟ ما ذكرهم، ما ذكرهمش. بعد التقسيمات اللاحقة في واحد التقسيمات عجيبة عند سقوط الجهة الواجب والمندوب سي الجهة النظن الحرام والمكروه ذي الماس المباح يعني في تفاصيل سيأتي بينها في وقت مناسب. إذن مسألة الحسن المأذون إنه واجبا ومندوبا ومباحا يعني هذه الأمور أذن بها الشرع، أذن بالواجبات وأذن بالمندوبات وأذن بالمباحات. قيل وفعل غير المكلف ذا غاديني بلي تصرفات وأفعال غير المكلف هي أيضا تدخل في الحسن. يعني ما الذي يدخل في الحسن أو في الحسن؟ يدخل فيه الواجبات والمندوبات والمباحات هذا كله حسن. ولكن لنقيد ديرنان كما قال تجرين السبكي وفعل غير المكلف المكلف وفعل غير المكلف. غير المكلف وين لم يجري عليه القلم مثلا الصغير أمشطوح لم يبلغ الحلم ولم يجري عليه القلم وين ماهوش مسؤول لا يؤاخذ على أفعاله مشطوح مزيل صار 40 50 شو يخدم وزمات نعقب تو ظل حبس نتعاقب ظن ديفورس خطر مزيل نغ نائم ونطس رفع عنه القلم نغ المجنون ايضا والعقل ومناط التكليف إذن لا يكلف. ولكن ذاكي تجدين سبكي مدينة وفعل غير المكلف على بالك العلماء ايضا ردوا عليه الناس ليس على الاطلاق ليس على الاطلاق لانه صغير ما نعاقبوش على كل افعاله ولكن كان امور في حدود
عمره ننهاه ننهاه خطر أي الخسارة الخسارة ما يلاقش شي في الكاسية يرزا يرزا يخدمك في خسارين صافي تجد كان كذا في عجب الحال غير تكمل إلى قيونها. لذلك الناس لازم يقيد يقيد يعني هذا الكلام ليس على إطلاقه لازم يقيد بغير المحظور معنى ما كان نافعا الله يبارك ما كان ضارا يمنع تربية وتوجيها وإرشادا هكذا ولا ما الذي ولا مسلوف كذا قال ذي مولى ليسنا وكذا تحسن إلى آخره قالوا استخسر أنا وخدمنا بلك يسوى لحظاتك للوعي ينتبه مشاعر هو ليس مسؤولا صح لا يؤاخذ لا يؤاخذ ولكن لا يمكن أن نصف أفعاله بالحسن في النهاية لا يمكن أن يوصف المحظور الضار الفساد ولو صدر من غير مكلف لا يمكن أن يوصف بالحسن وتعليق العلماء في الصميم أم بعد أشدنا تجدين سبكي والقبيح صافي هضرت في الحسن تهضرت في القبيح ما في الحسن تهضر القبيح والقبيح المنهي كلام مختصر لي فلاش كان كي المنهي يعني ما جاء في شأنه بشأنه نهي صريح نهي فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم إن إذا نهيتكم عنه ما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ربي سبحانه يتقوا الله حق تقاته اتقوا الله ما استطعتم تزمر والفقهاء لن أمرك تسقط عن النبي العجز وعدم القدرة إم بالعجز عدم القدرة أو بالنسيان إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه ورفع الإثم يقتضي رفع الحكم رفع الإثم يقتضي رفع الحكم إن إيش والقبيح المنهي هذا هو الأصل ولو بالعموم يعني ولو لم يأتي بالخصوص وبعدين قال كفى دخل خلاف الأولى وموضوع خلاف الأولى سيأتي بيانه بالتفصيل في الوقت المناسب ما لشين يواجي خلاف الأولى يعني الأولى فعل ضد الشيء وإذا فعلته فقد خالفت الأولى خلاف الأولى لذلك مباشرة أجاب قال لك والقبيح المنهي ولو بالعموم ولو بالعموم ماشي بالخصوص وبعدين فدخل خلاف الأولى وقال إمام الحرمين رجع مرة أخرى إلى إمام الجويني صاحب البرهان صاحب الورقات اللي قال ليس المكروه قبيحا ولا حسنا بمعنى المكروه لا يدخل في القبيح والحسن هذا هو المراد والله أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله.